إذا كان الأب يعطي بعض أبنائه، وهذا الابن الذي كان يعطى لا يدري أن هذا الأمر لا يجوز، فماذا عليه الآن؟ عليه أنه يرد، يعني أبوه حي ولا ميت؟ إن كان أبوه حي يرد على أبوه هذه الأشياء، يردها عليه، وإن كان ميت وأراد يتورع ويرد هذا على الورثة هذا أحسن له وأبرى لذمته. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.